للجميع تكون المعاناة الإنسانية على أشدها في فترات الحروب والنزاعات، وذلك بالطبع نتيجة لفقدان المأوى والأمان والسكينة. فالحرب يصنعها الرجال غالبا، أما فاتورتها فيدفعها المجتمع بأسره، لكن تبعاتها تقع بوضوح على النساء والأطفال بشكل خاص. معاناة المرأة في الحروب والنزاعات مضاعفة، فهي الضحية الأولى دائما لأنها عرضة لانتهاكات جسيمة، وعلى رأسها التحرش والسبي والاغتصاب الذي يستخدم كسلاح من أسلحة الحروب، إضافة إلى أن العبء الأكبر على المسؤولية يقع على كاهلها وحدها. مرحبا بكم جميعا في حلقتنا اليوم من برنامجنا نضالهن. أرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة منال الأول، الناشطة الثقافية والسياسية ومن مجموعة نساء السودان الجديد. أيضا أرحب بضيفتي عبر الأقمار الصناعية الأستاذة مها زين العابدين، ناشطة نسوية وباحثة في مجال السلام. مرحبا بكم جميعا. فتصبح المرأة هي العائل الوحيد للأسرة بسبب فقدان الشريك الرجل بطبيعة الحال، وهنا تتولى المرأة رعاية الأطفال وكبار السن، وتقوم بجميع الأعمال المنزلية، وكذلك على النساء والفتيات توفير مياه الشرب وحطب الوقود والبحث عن الإعانات إذا كانت متاحة. فالرجال إن وجدوا لا يفضلون الوقوف في صفوف الإعانات، ومعظمهم يهجر مناطقه للبحث عن عمل ومصدر رزق. نصت أيضا الوثيقة الدستورية في الفصل 15 على أهمية تحقيق السلام، فكانت واحدة من الأولويات تحقيق السلام في فترة الستة أشهر الأولى بعد توقيع الوثيقة. مرحبا بكم جميعا في حلقتنا اليوم. بداية الرحمة والمغفرة لضحايا الأحداث المؤسفة جدا والمحزنة في مدينتي كسلا وكادوغلي. أستاذة منال مرحب بك. أهلا وسهلا أستاذة خديجة، وسعيدة جدا بالاستضافة دي، وبحيي المشاهدين والمشاهدات عبر قناة الشروق. أتمنى لهم الصحة والعافية ورمضان كريم، وربنا يرفع البلاء وتنتهي الابتلاءات من حروب ومعاناة لكل الشعب السوداني، وأطرحهم أيضا على شهداء الأحداث في شرق السودان وجنوب كردفان، والرحمة أيضا للسابقون من شهداء الثورة السودانية المجيدة. أهلا بك يا خديجة. مرحبا بك أستاذة منال. معنا والليلة حلقتنا بعنوان صانعات السلام، وحنتكلم فيها عن دور المرأة في بناء السلام. زي ما ذكرنا في البداية أن النساء هن اللي بيدفعوا الفاتورة الباهظة جدا للمسألة بتحت الحروب والنزاعات، وكلنا شايفين الحاصل من الانتهاكات الجسيمة، الانتهاكات الجنسية وغيرها. طيب الوثيقة الدستورية يا أستاذة منال اتكلمت في الفصل 12، اتكلمت عن ضرورة تكوين مفوضيات، على أولى مفوضية السلام، إضافة لأن في الفصل 15 في المادة 68 اتكلمت عن ضرورة المسألة بتاعت تحقيق السلام، هي واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، إضافة لأنه في البند الثاني من المادة 68 اتكلموا عن أنه السلام حيتحقق في حيدول أولوية في الستة شهور الأولى بعد تكوين السلام. طيب يا أستاذ منال، ممكن تعرفينا شوية في البداية عن نساء السودان الجديد؟ نساء السودان الجديد هي المكون النسبي للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، الجبهة الثورية، قيادة الرفيق مالك عقار، وهي مجموعة من كوادر الحركة الشعبية. بعد الحظر لنشاط الحركة الشعبية في 2011، طبعا على أثر الخلافات والصراعات اللي نشبت في 2011 بعد الانتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان، تم حظر لنشاط الحركة الشعبية، ومورس كثير من الانتهاكات والاعتقالات لكوادر الحركة الشعبية، وحصل تشتت لهذه الكوادر، وكان من الصعوبة انه يكون في ممارسة لأنشطة سواء كان سياسية او ثقافية او اي شكل من الأنشطة بشكل علني. لذلك رأت النسوة انه
لا تتوقف الأنشطة ولا تتوقف مسيرة النساء، وكان لهم دور كبير جدا في على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، والترابط ما بين كوادر الحركة الشعبية اجتماعيا، غير دوره في المشاركة في الحراك الجماهيري على طول الفترة بتاعة المقاومة، يعني مظاهرات سبتمبر وقبلها 2013، فكان لهم دور كبير جدا. والحمد لله، يعني أتمنى إنه ينتهي كل الانتهاكات والاعتقالات وبنجاح الثورة السودانية. أكيد نحن على مشارف عهد كله حرية وحقوق إنسانية كاملة وتواصل نساء السودان الجديد. زي ما ذكرتي يا استاذه منال، شكرا. وزي ما قلتي انه نحن في عهد وفي سودان جديد، واللي هي واحده من شعاراتنا الاساسيه كانت حريه سلام وعداله. طيب حنرحب، حتكون معنا استاذه مها زين العابدين عبر الاقمار الصناعيه. استاذه مها مرحب بيكي. اهلا، مساء الخير. مساء الخير ورمضان كريم على الجميع. مساء نور استاذه مها. مساء الخير عليك يا استاذه مها. اهلا، مساء النور. اهلا خديجه، مساء الخير. تمام استاذه مها، حنبدا وانت ناشطه نسويه وباحثه في مجال السلام، فحنبدا معاكي. يا ريت تعرفي لنا مفهوم السلام من منظور نسوي. اوكي، اول حاجه اسمح لي يعني احيي الشعب السوداني في شهر الكريم، والرحمة للشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، والقصاص للقتلة، وربنا يجمع المفقودين بذويهم. وشكرا لفكرة البرنامج ولكل الطاقم العامل في هذا البرنامج المتميز اللي هو خلق لنا مساحة كنساء إنه نوصل صوتنا عبر الأجهزة الإعلامية. نحن كنساء بنعاين للسلام بمنظور مختلف شوية، ولأن السلام هو لأنه ذاته يعني من أسماء الله، والسلام هو قيمة إنسانية، والسلام هو حوجة للإنسان لأنه يتطور، لأنه يحس بأمنه، لأنه يرتقي، لأنه ينتج، لأنه يساهم في بناء مجتمعه، في أنه يحقق طموحه الشخصي وطموحه العام من خلال المجموعات الثانية. عشان كده نحن كنساء بيتمحور فهمنا أو نظرتنا للسلام من منظور معالجة جذور الأزمة بتاعت النزاعات في السودان أو الأزمات بتاعت الحروب. وده بيعني لنا أنه تتم مشاركة للنساء في هذه العمليات بتاعت معالجة مشاكل النزاعات في السودان ومخاطبة جذور الأسباب الحقيقية بتاعتها. نحن ضد أو إحنا ما مع أي تسويات سياسية أو محاولات بتاعت اختصام سلطة وثروة، وعندنا نماذج سالبة قبل كده في عدد من الاتفاقيات أنتجت أشكال بتاعت تسويات سياسية، جابت ناس للحكم وقسمت مناصب ومصالح ومكاسب، لكن ما حققت سلام حقيقي، ما حققت، كان سلام سلبي بسموه، لأنه ما وقف الحرب بس في بعض المناطق لفترة محدودة، لكن في بعض المناطق تفاقمت الحرب واتسعت دائرتها ودخلت عن مجموعات جديدة في الحرب. عشان كده نحن بنفتكر انه تعالج جذور الأزمة بتاعت النزاع المسلح في السودان، وده بيجي بمشاركتنا كنساء على شكل متساوي وعلى أساس متساوي مع الرجال. ده من وين؟ لأننا مواطنات، مواطنات يكفل لنا الدستور، تكفل لنا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إننا مواطنات مثلنا مثل الرجل. يعني هذا الشعب يتكون من مواطن ومواطنة، وده بيدي النساء الحق بتاع المشاركة في كل أشكال صناعة القرارات، منها عملية السلام. وجودنا إحنا كنساء عشان نعالج جذور الأزمة بتلخص في إنه نحن بنعاين للمسألة من منظور مختلف، بنعاين للمسألة من إنه كيف نبدأ نعيد إشكال العلاقات في المؤسسات. يعني الليلة بنتكلم عن هيمنة ذكورية، في ثقافة بتاعت هيمنة ذكورية على المؤسسات بتاعت الدولة. وإحنا حسي كنساء شاركنا في الثورة دي بوجود عالي وبمثابرة عالية وبتضحيات كبيرة وبجسارة
عالية جدا، لكن بنلقى وجودنا متراجع في مسألة صناعة القرار وفي مستويات المشاركة والتمثيل بشكل عام على كل الأصعدة، إذا كان على مستوى الحرية والتغيير أو على مستوى الجهاز التشريعي التنفيذي والسيادي والمؤسسات الأخرى بتاعت الدولة. نحن وجودنا في عملية حل الأزمة بيساهم في معالجة هذه الهيمنة الذكورية عشان نقدر نعاين بعين مختلفة للأشياء، نعاين لأنه السلام ما هو وقف الحرب فقط، السلام هو تنمية، السلام هو عدالة اجتماعية، إنه الناس تقدر تلقى العلاج، الناس تقدر تلقى التعليم لعيالها، الناس تقدر تلقى فرص للعمل للشباب، تلقى فرص ذاتها متساوية، وإنه تقدر تحصل على هذه الفرص، وإنه تقدر تكون تطور قدراتها وإمكانياتها في إنها تقدر تساهم في عملية الإنتاج الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بشكل عام في البلد. وده أستاذة مها من الضمانات الأساسية لاستدامة السلام، وجود هذه النظرة المختلفة بيسبب ضمانة أساسية لاستمرارية السلام واستدامته في السودان. طيب يا أستاذة مها، حنجيب هنا في النقطة بتاعة ضمان استمرارية السلام، حنرجع لك معي في الاستوديو أستاذة منال الأول، حنرجع لها تاني. أستاذة مها تحياتي لك ورمضان كريم عليك. أنا طبعا بتفق في كثير من الكلام اللي قالته أستاذة مها، لكن بالضرورة إحنا نرجع صوت ضعيف يعني لو سمحت، نتفق على التعريف بتاع السلام اللي إحنا عايزينه كدولة عانى شعبها لفترات طويلة من الحروب والانتهاكات الإنسانية، فمفترض أصلا تتفق على نوعية السلام المطلوب في المرحلة دي وللمستقبل بتاع الدولة السودانية. فالسلام من رؤية أخرى هو اللعنف، وإذا اتجهنا للعنف نفسه بنلقى أن العنف هو بيتقسم لثلاث أنواع: عنف مادي وعنف هيكلي وعنف ثقافي. العنف المادي ده بيظهر لنا النتائج الظاهرة دي من انتهاكات ومن حروب ومن تشرد ولجوء، ده العنف المادي اللي بيكون واضح، لكن حقيقي بيكون في عنف آخر أو نوعين من العنف تم ممارسته، والنتيجة للنوعين دي ظهرت الآثار بتاعت العنف المادي اللي هو العنف الهيكلي اللي هو واحد من النوعين ديل، اللي هو الممارسات في المؤسسات الحكومية والظلم في الهياكل بتاعت الدولة والإخصاءات اللي قاعدة تتم والتكريس بتاع القوة لأطراف ولجهات معينة، دي بتمنح القوة لأنها تمارس عنف تجاه مواطنين بعينهم وناطق بعينه بيظهر فيها الظلم، الظلم ده اللي هو بيدينا العنف المادي. العنف الثقافي ايضا نوع من العنف اللي هو ممكن الناس ما تنتبه له كثير، لكن حقيقه هو نوع من العنف الموجود وهو بيكرس لانتهاكات انسانيه حقيقه اثارها يعني سالبه جدا. العنف يعني المقصود به الاضطهاد للهويات واللغات المحليه، عدم التصالح مع الاخر المختلف عنك في اي شيء اخر، يعني سواء كان من ناحيه لغويه من ناحيه عرقيه من ناحيه. استاذه منال معلش حوقفك في نقطه الاختلاف دي اللي هي انا عايزه اربطها بالاحداث في الفتره يعني في اليومين اللي فاتوا، اللي هي الاحداث اللي حصلت في مدينه كسلا والاحداث اللي حصلت في مدينه كادوغلي. يا ريت انت كزوله مختصه في مجال الثقافه وناشطه نسويه ممكن تعقبي لنا عليها وتربطيها بالنقطه بتاعه المساله بتاعت الاقصاء، واصلا احنا دوله عانت من الحروب طيلة السنوات الماضيه. هو طبعا عدم تقبل الاخر يعني النتيجه بتاعته انه يعني ممارسه قمع ضد الاخر، والحاجات اللي حصلت هسه في كادوغلي وشرق السودان يعني احداث مؤسفه اللي هو ضعف النسيج الاجتماعي نتيجه لصراعات هي ذاتها اصلا يعني ما اي طرف فيهم كان سبب فيها. صراعات دي الاسباب اسباب متراكمه يعني نتيجه للفقر في المناطق دي، انعدام التنميه، انعدام المساواه اساسا.
المناطق دي بتعاني من اشكالات كل المواطنين الساكنين فيها هم بيتاثروا بالمشاكل دي. فحقيقه يعني من الظلم انهم نفسهم بعد ذاك يقعدوا يحاربوا في بعض ويقتلوا بعض، وفي النتيجه يكون الاثنين هم خسرانين. فيلا نحن عشان نصل لسلام مفترض نعالج الاسباب بتاعت التخلف الحاصل من تنميه، من تخلف ثقافي، تخلف تعليمي، عدم استقرار، ده يتعالج عشان نحن نقدر نصل لمجتمع فيه نسيج اجتماعي متماسك ومتسامح. يعني في صراعات بتحصل نتيجه لفقر، يعني مثلا في بدايات مشكله شرق السودان الخلاف كان بسبب باغه مويه، الثمن بتاع باغه مويه، فيعني اللي هو ده واضح لغياب المساله بتاعت الخدمات والتنميه اللي ذكرتها الاستاذه مها. الحاصل في جنوب كردفان هسه يمكن الناس الرؤيه ما واضحه تماما، لكن المنطقه اصلا منطقه يعني منطقة بتاعت نزاعات، ومنطقة فيها صراع، ومنطقة صح فيها مجتمعات مختلفة اتعايشت مع بعض لفترات طويلة، لكن في تدخل حصل. التدخل الخارجي ده هو السبب يعني جدد النزاعات الحاصلة في الأيام دي. وأنا بتمنى إنه الناس تنتبه لأنه تفوت الفرصة دي، ولأنه السلام هو الهدف الأساسي اللي إحنا كلنا ساعين له. وصراعات من هذا النوع بتضعف يعني تحقيق السلام المطلوب. فبتمنى انه الناس يعني تهدأ، ونناشد بانه الناس يعني تضع السلاح وتترك الخلافات. وهو المجتمع ذاك اصلا مجتمع متسامح، ولفترات طويله كانوا بيعيشوا مع بعض يعني وبيكملوا حاجات بعض. يعني في مجتمع راوي ومجتمع مجتمع زراعي، الاثنين دول مجتمعات بتكمل بعضها البعض، وبيناتهم كان في تحالفات يعني استمرت يعني فترات طويله. بس الاثار الجديده دي هي اللي هسي ادت لانه انفلت الامن. طيب يا استاذه منال معلش حنجيب في النقطه دي وحنجي نرجع نتكلم بشكل مفصل على المساله بتاعت التعايش والفكره، وانه نحن ليه عايزين سلام زي ما رفعنا شعار الحلقة صالعات السلام. نحن هنطلع فاصل وحنرجع تاني. رجعنا ثاني برحب مرة ثانية بأستاذة منال والأستاذة مها زين العابدين عبر الأقمار الصناعية، وشكرا للفريق العامل من داخل الاستوديو، والتحية لجيشنا الأبيض خط دفاعنا الأول في جائحة كورونا، وهم اللي بتصدوا لنا عشان ما الناس تعيش في سلام وأمان. رجعنا يا أستاذة منال. طيب يا أستاذة منال، بديتي تتكلمي على المسألة بتاعت الاستقرار وعلقتي على الأحداث اللي حصلت. طيب ممكن تحكي لنا واقع النساء في مناطق النزاعات، وخصوصا أنت زول عندك علاقة بالشغل مع نساء من مناطق مختلفة. طبعا الوضع حقيقي مؤسف ومؤلم للغاية. المرأة مسؤوليتها الأساسية رعاية أسرتها، حماية أسرتها في ظل حروب ونزاعات. بالتأكيد المهمة دي بتبقى لها صعبة جدا، هي بتفتقد أرواح عزيزة على من أسرتها، زوجة، أبناء، أقاربة، يعني ديل الناس اللي هي أصلا بيهموها أولا. غير كده العيب بتاع رعاية الناس الفضلوا من أسرتها، كيف إنه توفر لهم الغذاء وتوفر لهم الطعام وتوفر لهم أمان مأوى آمن، فده ما بسهولة يتوفر في ظل حروب ونزاع مسلح قائم. فهو بترجع إنها تتحرك لأماكن أخرى، تبحث عن مأوى، بتنزح لمناطق أخرى بعيدة من مناطق استقرارها.
بتنزح لمواقع خارج الدولة، بيكون لاجئة في دول مجاورة، وكده بتفقد طبعا الموارد بتاعتها، بتفقد الوضع الطبيعي اللي هي كانت عايشة فيه، وبتقدر تتعامل بموارده عشان ما تقدر تقوم بمهمتها، رعاية أطفالها، حمايتهم، اهتمام بصحتهم، الاهتمام بتعليمهم. هي فقدت ده كله مجرد ما إنها تركت الموقع بتاعها بسبب بحثها عن بس الأمان والسلام ليها ولمن تبقى من أسرتها. في المناطق اللي نزعوا لها في شمال السودان، يعني هو كثير من الأسر جات هاربة من مناطق العمليات، سواء كان في دارفور أو في جبال النوبة النيل الأزرق، وما لقوا يعني مواقع يعني مناسبة للسكن البشري، لأنه اضطروا أن يسكنوا في أطراف المدن، وأطراف المدن هي تعتبر هامش ما فيها أي يعني مقومات للحياة يعني الكريمة، يعني بتتعدم فيها الماء، بتتعدم فيها الكهرباء، وغير أنه أصلا السكن بيكون ما في، بيكونوا ياهو يا جابوا خيم أو الأسمال بتاعت الأقمشة المتبقي بيعملوها بنصبوها بيعملوها خيم رواكب عشان يقدروا يعيشوا. في ظل وضع زي ده ما في مدارس أكيد في مناطق زي دي، ما في مستشفيات، ما في أدنى نوع من الخدمات بتوفر، فالمعاناة بالتأكيد بتكون يعني قاسية جدا. أما إذا رجعنا للاجئات الموجودات خارج الحدود السودانية في جنوب السودان أو في يوغندا وعسكرات كاكون في كينيا، المعاناة بتكون طبعا أمرة، لأنهم أصبحوا في دولة أخرى، وصح ممكن بعض المنظمات بتتدخل انها تقدم اعانات، لكن بالتاكيد يعني بيكون في قصور كبير في الرعايه بالنسبه لاسرتها، وهي نفسها اكيد الحياه الادميه الكريمه ما بتكون، يعني بيكون فقدتها او فقدت كثير من اسبابها، ده غير تعرضها للانتهاكات الجسديه، سواء كان عنف جسدي، اغتصابات، تحرش، بتتعرض له. فعلا يا استاذه منال، النساء دائما النازحات واللاجئات يعني هم اللي بيقع عليهم العبء الاكبر زي ما ذكرنا، والمعاناه بتاعتهم كبيره جدا، وزي ما كلنا عارفين يعني انه الحياه صعبه جدا بتكون بالنسبه لهم، زي ما ذكرتي لفقد المأوى، المساله بتاعت السلام والامان. نحن حنرجع لاستاذه مها بعد ذاك، حنجيك راجعين. استاذه مها، الو أستاذة مها، سامعاني يا أستاذة مها؟ أهلا بك يا خديجة، مرحبا. طيب يا أيوة أستاذة معاكي. أستاذة مها قبل في بداية الحلقة تكلمنا عن إنه الوثيقة الدستورية تكلمت عن أهمية السلام في المادة 68، بعدك برضو في المادة 68 في البند الثالث ذكرت إنه ضرورة تضمين القرار 1325 وكل القرارات ذات الصلة من الاتحاد الأفريقي، فياريت تشرحي لنا شوية عن بنعني شنو بالقرار 1325. أيوة، شكرا. يعني اسمحي لي، فعلا الإشكالات الحسي حاصلة ومتفجرة في مناطق مختلفة في السودان دي مسألة مزعجة، وبفتكر إنه يعني على حكومة الثورة بشقين السيادي والتنفيذي وكل واللجنة الأمنية والأجهزة الأمنية والجيش يتعاملوا معها بحزم، لأنه دي يعني زي ما بيقولوا في ناس عندهم مصالح في الحروب وعندهم مصالح بسموهم لورضات الحرب، عايزين يستفيدوا من الحروب وراكموا ثوروات، وفي بقايا النظام القديم بتلعب على الفتنة، ودي مسألة لابد من تداركها بشكل عاجل وملح وسريع، لا تحتمل التسويف، لا تحتمل المجاملة. دي رسالة نحن بنوصلها هنا لكل الناس في المجلس السيادي ومجلس الوزراء كالنساء، بصوت عالي بنقول لابد من التدخل السريع لحسم المسألة، ولابد من أن يكون في خطاب بتاع تسامح، خطاب بتاع تعايش سلمي، خطاب بتاع تبشير بعملية السلام. عملية السلام ما معروفة للناس، الناس وصلوا وين، بيتكلموا عن شنو، هي عملية معزولة، عملية فوقية. احنا لو عايزين يكون في سلام حقيقي لابد انه السلام ده يكون متاح لكل الناس، في الفرقان وفي الحلال وفي الغرى وفي المدن وفي الحضر وفي الريف،
عشان الناس تقدر تشارك وتحس بانه فعلا في مسعى جاد لمساله السلام. لما كل من تكون في عناصر بتسعى لخلق الفتنه في وجود عدم اعلام زي ده بيبقى المساله بتتعقد بشكل كبير. نحن لما نتكلم عن القرار 1325 اللي هو القرار الخاص بالمرأة والسلام والأمن، ده قرار جاء نتاج لنضالات كبيرة جدا للحركة النسوية عبر العالم، وبدأت من 79 بشير هنا لاتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد النساء، لأن هي الركيزة بتاعت القرار 1325، الاتفاقية اللي بتتنادي بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء سنة 79، واللي هي تبلورت بعد ذاك نتجت عدة مؤتمرات وإعلانات توجت في أكتوبر 2000 بالقرار الخاص بالمرأة والسلام والأمن اللي هو ما يعرف بالقرار 1325. القرار ده في المجتمع الدولي تم اعتراف كبير جدا بتأثير الحروبات والنزاعات المسلحة على النساء، وهذا القرار عنده 4 محاور أساسية جدا أو 4 مرتكزات أساسية بيتكلم عنها، اللي هي بيتكلم عن المشاركة السياسية للنساء، وده مهم جدا. وأنا كنت بترتبيه المسألة بتاع ضمان وجود النساء في عملية سياسية بتاع صناعة السلام، لأنه بدينا مفاهيم مختلفة للعدالة. إحنا عندنا رؤية للعدالة النوعية وتمكن النساء من الإدلاء بإفاداتهم في العدالة النوعية، عندنا رؤية لمفهوم العدالة من ناحية المفهوم والتطبيق أيضا في الممارسة هنا في السودان، عندنا مسألة بتاعت إعادة الجمج والتسريح للقوات المسلحة وللميليشيات وللحركات المسلحة. فيبقى المشاركة السياسية للنساء هي ركيزة أساسية أو محور أساسي في هذا الإعلان أو في هذا القرار، وبتكلم عن أهمية مشاركة النساء في عمليات التفاوض، عمليات المباحثات السلام، وعمليات البعثات الدولية للسلام، عمليات حفظ السلام، وعمليات صناعة القرار. وافتكر انه احنا نجحنا كنساء بمشاركتنا في الثورة انه حسن ندخل. ايوه بس اسمحي لي في النقطة بتاعت مشاركة النساء في المفاوضات. نعم. ممكن تعلق لنا على الحاصل هسه في المفاوضات؟ نعم. وتورينا عدد النساء او النسب بتاعتهم المشاركات في المفاوضات. ايوه جدا يا خديجة، فعلا يعني انا صدف لي شاركت ضمن الوفد السياسي المشى من قوى الحرية والتغيير، من طبعا القوى المدنية، تجمع القوى المدنية. احنا كنا 19 من قوى الحرية والتغيير، كنا ثلاثة نساء فقط من ضمن 19 رجل. الوجود بتاع النساء في الوفد بتاع الحكومة اللي هو تقريبا بيتكون من كان الوفد الموجود وقتها من 11 نفر تقريبا، فيه امرأتين ممثلات، وامرأة لوزارة العدل وامرأة من وزارة المالية، وحيون لمجهوداتهم العاملة ولمثابرتهم ولالتزام وبغاء المطرة الطويلة في مواقع التفاوض في جوبا، امرأتين. الحركات الوجود بتاع النساء برضو ضعيف قياسا بالنسبة، يعني مفوت امرأتين في كل وفد من الوفود المفاوضة أو امرأة واحدة، يعني هو تمثيل. يعني إذا كانت الجبهة الثورية احنا كنا بنجتمع مرات مع الجبهة الثورية، بيجتمعوا معنا كلهم كانوا رجال في أي مستوى بتاع النقاشات، كانوا رجال، ما عاد احنا كنا بنكون 2 أو 3 من قوى الحرية والتغيير. بالنسبة للحركة الشعبية اجتمعنا معهم مرة كان في امرأتين من ضمن الحكاية بتاع 13 ولا 14 رجل. يعني اجتمعنا مع وفد من أبيي كان كله ذكور، كان كله رجال، ما عدا 4 نساء من وفد الحرية والتغيير لأنه انضمت لنا امرأة من أبيي. يعني لاحظت أنه الوجود بتاع النساء في كل الوفود بتاعة التفاوض لا يتجاوز ال 20% أو إذا ما كان 15% يعني، ودي نسبة فعلا ضعيفة ما بتعبر عن وجود النساء وعن رؤيتهم، عن مشاركتهم في الثورة، عن مشاركتهم في حمل السلاح. في نساء حاملات السلاح في الحركات دي، في نساء عندهم وجود وعندهم رؤية ومؤثرات، لكن هم في لحظات اتخاذ القرار هم غايبات، ودي مسألة مهمة جدا. في نساء مثلا وقعوا اتفاقيات لكن يعني كان حاجة تشريفية، يعني كان حاجة تشريفية، ما كان في الوجود المؤثر والفاعل للنساء في عملية السلام. قدرنا دفعنا بعدد من النساء، بشير منهم لزميلتنا نجاة سليمان من مع حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي، هي وقعت اتفاقية النازحين
وبشير أستاذة حكمة إبراهيم من حركة العدل والمساواة، في نساء وفي سلوى بنية من الحركة الشعبية، في نساء وأزاهي وأخريات، لكن الوجود لسه خجول والوجود لسه ضعيف للنساء. وعشان كده نحن بنفتكر إنه المسألة بتاعت المشاركة للنساء بتغير كثير من المفاهيم، بتتكلم عن قضايا الرجال ما بينتبهوا لها. نحن بالنسبة لنا السلام زي ما أشارت حسي منال إنه في مسألة بتاعت عدم عدالة اجتماعية في المجتمعات، في زي ما بقولوا ظلم هيكلي منذ بداية الدولة ونشأة الدولة السودانية، منذ الاستغلال في ظلم هيكلي على مناطق متعددة في السودان، بقت متخلفة من ناحية تنموية، من ناحية بتاعت الخدمات، من ناحية بتاعت المياه الشرب، من ناحية بتاعت كل الإمكانيات بتاعت الحياة الكريمة الإنسانية اللي بتخلي الإنسان يتطور ويعيش حياة تليق به وكبني آدم كرم الله في الأرض. طيب يا أستاذة مها، قضايا كثيرة نحن كنساء عندنا لها رؤية. أيوة حنجيب في الرؤية بتاعت النساء لمزالة السلام. حرجع في الاستوديو لأستاذة منال ونرجع لك تاني. أستاذة منال، أستاذة مها ذكرت كثير من القضايا والمسألة بتاعت العدالة النوعية، بالإضافة لأنه برضو في الوثيقة الدستورية تكلمت في البند 69 عن ضرورة المسألة بتاعت العدالة الانتقالية، فممكن تكلمينا أو تشرحي لنا شوية عن المسألة بتاعت العدالة الانتقالية والعدالة النوعية؟ جدا، لكن بس ممكن ناخذ مداخلة أربطة بكلام أستاذة مها اللي هو عن مشاركة النساء في مباحثات السلام. هو حقيقة يعني المشاركة ما بالحجم اللي احنا بنطمح له، واللي هو بنقول أقلها 40% يعني كان من الوفود، سواء كان في الوفود الحركات المسلحة أو الوفد الحكومي، العدد دون الحدود المطلوب. لكن حقيقة يعني في مشاركة يعني ونحن كنساء أيضا شاركنا مشاركة عبر تراكتو، مجموعة نسوية من ثلاثة مكونات، برضو شاركتها في مفاوضات سلام جوا 19 امرأة من مكونات ثلاثة بمختلف الفئات، شباب ومجتمع مدني وحركات مسلحة وأحزاب سياسية. احنا مشينا يلا فعلا احنا التقينا بنسوة مشاركات في الوفود بتاعت التفاوض. معلش في نقطة عشان ما إذا فويتها، أنت قلتي نحن ثلاثة أجسام، ممكن تعرفي المشاهدات والمشاهدين على الثلاثة أجسام وشنو تراكتو؟ نعم، تراكتو مقصود به المشاركة الغير رسمية في التفاوض، اللي هو مهمتها إنها تدفع المفاوضين لأنهم يصلوا للسلام في وقت أوجز، تسهيل العقبات، تقرب وجهات النظر وتزيل العقبات، يعني توصل تقرب المسافات بين الأطراف. يعني هو محايد أكيد يعني يكون على مسافة مساوية من كل الأطراف الموجودة في الطاولة بتاعت التفاوض. هو ما يسمى بالمسار الثاني أو تراكتو. الفكرة جات لأنه فعلا في ضعف لمشاركة النساء في عملية السلام، وضعف لمشاركة النساء على المستوى الحياة السياسية بعد الدور الكبير بتاع النساء في ثورة ديسمبر وما قبلها من الحراك. لكن النتيجة في الضعف ظهر لنا في المشاركة السياسية للنساء، فجاء لتكملة أو لسد النقص ده إنه تكون التراك 2 من ثلاثة مجموعات، منسم المجموعات النسوية المدنية السياسية والمدنية، والجسم الثاني لا لقهر النساء، وطبعا معروف لا لقهر النساء جسم يعني نشأته مبكرة وله أدوار كبيرة جدا في مناقشة قضايا النساء والانتهاكات، وكان له دور في تغيير كثير من القوانين. أيضا الاتحاد النسائي جسم عريق ويعني بيشمل قيادات يعني نسوية قوية صارعت كثير من الأنظمة الدكتاتورية السابقة. فتكون الوفد ده من الثلاث أجسام دي، وكان العدد بتاعه 19، وذهبنا لمدينة جوبا لمدة 15 يوم تقريبا، وكان يعني لبسنا قدرنا نتلمس الشكل الماشي من التفاوض شنو، وحاولنا انه نعكس الدور ده للشارع السوداني يعني نتيجة للقيام
بتاع الاعلام وانه المفاوضات زي ما ذكرت معها فعلا الناس ما عارفه شنو الحاصل في جوبا. وحقيقه هو المجهود المبذول هو كبير، لكن ما في يعني ما في جهه ما في اعلاميه بتعكس الحجم الموجود هناك. يعني الاستاذه نجادي يعني من المعاناه الشديده وطول الجلسات الان هي مريضه، يعني مريضه في مدينه جوبا، نتمنى لها الصحه والعافيه. وطبعا مع الحظر وكذا ما في طريقه انها تجي راجعه، نتمنى لها السلام ونتمنى انه يتم توقيع السلام والناس تعود للوطن. استاذه منال بنتمنى انه يتحقق السلام والناس تعود، والتحيه لكل المقاتلات في الحركات المسلحه وللمفاوضات. حنرجع لاستاذه مها وارجع لك ثاني. استاذه مها، نعم استاذه مها، قبالك نحن بدينا نتكلم عن المحاور الاربعه في القرار 1325 واللي هو جزء منها انه ما كان مطبق. طيب كيف انتم كنساء باحثات في مجال السلام او ناشطات في قضايا النساء، شنو الاجراءات اللي ممكن تدعمل عشان ما نضمن انه الاربعه محاور حتطبق، وخصوصا انه زي ما ذكرتي في ضعف لمشاركه النساء في كل الوفود؟ فممكن باختصار يعني أيوة. طيب جدا باختصار يعني اول حاجه يعني المحاور الاربعه عشان الناس تكون عارفه، غير المشاركه السياسيه، المحور الاول للنساء في الحمايه للنساء، حمايتنا الصحيه والبدنيه والنفسيه، احترام حقوق، سبل كسب العيش، توفير سبل كسب العيش، الحصول او وصول للعداله والمحاكمات العادله وطرق العداله كلها. في البند محور ثاني بتاع الوقايه، وقايه النساء والفتيات من العنف، وخاصه العنف الجنسي الممارس ضد النساء في فترات النزاعات، وتدريب قوات حفظ السلام على حمايه النساء وعلى كيفيه التعامل مع الفوارق النوعيه للنساء و عدم التعرض لهم بالعنف، وكذلك الأجهزة الشرطية والأمنية. المحور الأخير اللي هو الإغاثة والإنعاش المبكر، الإغاثة والإنعاش المبكر لأنه مجتمعات هشة وخارجة من حروب زي ما ذكرت منال قبل، في حاجات بتاعت إغاثة مباشرة بتتم. حسي الاتفاقية بتاعت السلام بدأت طوالي بالمسألة بتاعت وقف العدائيات، وبدأت بالمسألة بتاعت العون الإنساني لأنه مجتمعات محتاجة. فالإغاثة والإنعاش المبكر لابد من مراعاة خصوصية احتياجات النساء والفتيات الصغيرات في قضايا الصحة الإنجابية وخصوصية أوضاع النساء واحتياجاتهم. دي المحاور الأربعة بتاعت القرار 1325. من الأشياء المهمة الضمانات اللي هي المسألة الالتزام بتاع الدولة، التزام بتاع الدولة، وحسي بفتكر إنه الثورة دي خلقت مناخ كويس جدا، والوزيرة لينا حيا من هنا وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل عملت على إعداد الخطة الوطنية، وزي ما أشارت زميلة والصديقة منال قبل إنه النساء عملا كثير. إحنا في منسم عملنا يعني خطة إسعافية أو خطة طوارئ للإسعافية للمسألة بتاعة تنفيذ القرار 1325، وتعاوننا مع وزارة التنمية الاجتماعية في عمل خطة وطنية اللي هي بسمها الناشونال بلان لتطبيق القرار 1325 في السودان. ودي فرصة طيبة لنا كنساء هذا الالتزام من الدولة السودانية، لأنه طيلة فترة الحكم البايد ما كان في التزام رغم الحروب والمعاناة بتاعت النساء والفتيات، ما كان في اهتمام بالقرار، لكن حسي أتت فرصة في التزام سياسي بخطوة، لأنه الناس كل الخطة الوطنية دي تنزل للناس، تنزل للمجتمع المدني، تنزل للقوى السياسية، تنزل للمجتمعات كلها عشان تبدأ تشتغل عليها وتعمل ضمانة للأربع محاور لمشاركة النساء في عملية السلام. بشكرك جزيل الشكر، معليش لأنه زمننا انتهى، وواضح جدا أنه في مجهودات وممكن لقدام الحركة النسوية تواصل فيها كل الناس المهتمين بالسلام. شكرا لك وشكرا على مشاركتك لنا. شكرا جزيلا خديجة، وشكرا لكل الفريق العامل في البرنامج. شكرا استاذة منال. رسالة أخيرة ونحن في خواتيم حلقتنا. أنا بوجه رسالة بالتحديد للأطراف المفاوضة
على أهمية السلام واحتياجنا الأقصى لهذا السلام، أن يكون يعني سلام حقيقي وسلام شامل وسلام مستدام، وعلى الأطراف كلها بما فيها الوفد الحكومي والطرف الحكومي، إن نعم في مرونة لكن محتاجين لمزيد من المرونة عشان إحنا نقدر نصل لتوافق أكبر ونصل لتوقيع سلام شامل. وفي النهاية برضو بتمنى الصحة والعافية لكل الشعب السوداني، وربنا يرفع عننا هذا الوباء ويحفظ الشعب السوداني. شكرا جزيلا أستاذة منال. وبيبقى المطلب الأساسي بتاع كل النساء في السودان وكل المواطنين والمواطنات إنه يتحقق سلام شامل تتحقق فيه القيم بتاعة الحرية والديمقراطية والعدالة. شكرا لكم، شكرا للفريق العامل، نتلاقى الحلقة الجاية.